نحن في دولة الكويت نستنكر وندين بأشد العبارات الهجمات بالصواريخ البالستية التي تطلق على المملكة العربية السعودية من قبل الحوثيين، وادعاءات الحوثيين بتنفيذهم هجمات كذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإعلانهم كذلك عن نيتهم الاستمرار في شن هذه الهجمات ضد المملكة ودول أخرى في المنطقة، ونعتبره تطوراً خطيراً وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي وتجاهلاً للمساعي الرامية للوصول إلى الحل السياسي المنشود الذي ينهي هذا النزاع في اليمن الشقيق. ونؤكد هنا وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودعمنا الكامل لكافة الإجراءات المتخذة للحفاظ على أمنها واستقرارها.